وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيدة رقية السادات، نجلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات. يعني سيدة رقية، بعد التحية، يعني بعد 40 عاما من رحيل، أو ما يقرب من 40 عاما من رحيل الشهيد الراحل محمد أنور السادات، يبدو أن العالم يتذكر جيدا مجهودات الرئيس الراحل محمد أنور السادات. مين معايا أولا؟ السيدة رقية السادات. لا، مين معايا حضرتك؟ أنا يا فندم أسامة سرايا. أهلا أستاذ أسامة، أهلا بحضرتك. الله، مش فاكرني ولا ايه؟ لا، انا يعني يبدو ان هناك لبس. انا اسامه سرايا صغير. صغير والله. اهلا بيك يا استاذه رؤية. اهلا وسهلا. اهلا 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 بحضرتك يا فندم. يبقى انت من ولادي بقى اكيد، يعني ده شرف عظيم ليا. صغير كده يعني، ده شرف عظيم ليا بكل تاكيد. ايه قوي يا استاذ اسامه، ربنا يخليك يا فندم. بقول لحضرتك، يعني 40 عاما مروا على رحيل الشهيد الراحل محمد انور السادات. 37 سنه بالظبط، يعني ما يقارب ال 40 عام. ونعمه بالله. طب بكل تاكيد الشهيد، يعني يبدو ان العالم يتذكر جيدا مواقف الشهيد الراحل، ويعني مواقفه ودعمه للاستقرار والسلام في منطقه الشرق الاوسط، ليس فقط في الشرق الاوسط، وبعدين بالذات بلدنا. يعني بلدنا، ان احنا البلد الوحيده في المنطقه اللي امنه بعبقريه انور السادات. وبعدين النهارده يوم غريب جدا، ان يتوقع القرار، القانون، مش قرار، قانون، في اليوم اللي جورج واشنطن المؤسس أمريكا بعد ما انفصل عن إنجلترا، واخد بال حضرتك، في ذات اليوم يتمضى القانون ده. يعني لأن جورج واشنطن ده أول واحد خد الميدالية الذهبية، وتاني واحد كان نيلسون مانديلا، وتالت واحد هيبقى بابا الله يرحمه. الله يرحمه بكل تأكيد. فطبعا دي يعني كون إن الغرب يبقى مقدره بالطريقة الجميلة دي، يعني نشوف بلده هتعمل معاه ايه بقى. انا عايز اعرف يعني. تمام، يعني واكيد بكل تاكيد السيد له كل التقدير، الشهيد الراحل له كل التقدير من كل المصريين بكل تاكيد. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا السيده رقية السادات، نجلة الرئيس الراحل محمد انور السادات.